أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا مدرس في حلقة تحفيظ القرآن، وعندما نذهب في الرحلات نقيم مسابقات رياضية. أنا مدرس في حلقة تحفيظ القرآن، وعندما نذهب في الرحلات نقيم مسابقات رياضية في كرة القدم ونعطي عليها الجوائز، فما حكم ذلك؟ الجوائز حرام من الميسر، ما يجوز أخذ الجوائز على لعب الكرة ولا غيرها من الألعاب. وأما لعب الكرة إذا كان بضوابط كما ذكرنا، ليس فيه كشف عورات وليس فيه كلام محرم ولا يشغل عن الصلاة في وقتها، فهو مباح. نعم.